اتصل تفضلوا. شهيد تفضل. السلام عليكم سيدنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يخليك، الله يعافيك سيدنا. أنا حبيت يعني أشكرك على النصيحة اللي نصحتني بها، والحمد لله سعاني عال عال الحمد لله عن وعائلتي يعني برحمة الله الحمد لله، والشكر لله صرنا من فضل الله وفضل سيدنا على هاي النصيحة اللي نصحتني بها قبل فترة اتصلت عليك. أنا ما أتذكر، بس إن شاء الله. لا إن شاء الله. النصيحة قلت بها أنه يعني قلت لك على مود حالتي، أنا يعني قلت لك أنا سبع نفرات في غرفة واحدة وحالتي تعبانة، فنصحت من النصيحة. الحمد لله. قلت لي ابني يعني اشتغل حمال، اشتغل يعني عين نفسك، فأني بديت سيد مع اشتغل حمال يعني وعائلتي الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. ويعني رحمة الله سرات بيدي ما شاء الله. الحمد لله. يعني هذه النصيحة ما شاء كانت جدا أشكرها. الحمد لله. ويعني أحمد ربه وأشكره أنه يعني على هذا الحال بيعاني سيد. أنا أشكرك أخ شهيد. تقدر تقطع الاتصال إذا عندك سؤال، لو ما عندك سؤال. لا سيد بس حبيت أشكرك. أحسن. أنا أحسن. راح لا استغفر الله. أنا راح أشكرك على ذلك. راح أعلق. أشكرك. في واقع الحال إخواني، أنا ما يعني هواي اتصالات تجي، بس شوفوا رب كلمة تكون مؤثرة في تغيير حياة واحد. ولذلك في الرواية يقول أنه الكلمة الطيبة صدقة. حكاية تقول له يا أبي صحيح أنت تقول ما عندي وكذا، بس الله سبحانه وتعالى ميسر الأمور، روح اشتغل، روح اضرب في الأرض يعني اشتغل اسعى، والله سبحانه وتعالى يفتح عليك. الآن يتصل الأخ، أنا ما أعرف واقع، لا أعرفه لا كذا، يقول الحمد لله تغيرت حالتي وحصلت فلوس ووضعي يتحسن. احنا هم نرفع لأيدينا واقعا، اللهم هذا عبدك وله من الذرية ومن الأولاد ما يثقلون أرضك باسمك يا رب نسمة تثقل الأرض، اللهم افتح عليهم أبواب رحمتك وأنزل عليهم خزائن رحمتك وأنزل عليهم بركاتك وفضلك يا رب العالمين. أنا أدعو لك أخ شهيد، وإن شاء الله تعالى من أحسن إلى أحسن، وتحصل على أولاد صالحين دراستهم جيدة، يصلون إلى مراتب إن شاء الله تعالى بالتوفيق الإلهي. أشكرك أخي شهيد. نعم تفضل. متصل آخر أبو نجم تفضل. السلام عليكم مولانا. وعليكم السلام ورحمة الله. حياكم الله بارك الله بكم. الله يحفظك مولانا. سيد سنة 93 اشتريت دونم. نعم. من اشتريته يعني عندي بيت، اشتريته بنص مبلغ من عندي. نعم. وعندي بيت عايد الوادي وياي ورثه، يعني الوادي متوسع، عندي اخوتي وياي، فرهنت البيت بني. يعني سوى نص المبلغ كملت، اشتريت بيت دونم، فمن وبعدين فكيت رهينه البيت ورجع البيت الوضع الطبيعي يعني رجع البيت. نعم. فمن بعدين اخوتي قالوا احنا ان حصه وياك بالنص باعتبار انت رهنت البيت، فهل يستحقون يعني لهم حصه هذا النص اللي رهنت؟ بيت الاهل كان بيت الوالده، يعني بيت الوالد؟ البيت كان الوالده سيدي، واخوتي كانوا وياه، يعني كان مصرفهم يعني انت من رهنت البيت شنو طلعته من البيت؟ لا يعني من رهنت البيت انا اشتريت بستان وبيها بيت، خليت يعني زواج، انا هم تزوجت يعني ما شاء الله بعدين من كبروا قالوا انت من رهنت البيت يعني بالبنك رهنت يعني قيمه الرهينه سوت نص قيمه البستان اللي انا اشتريتها سين. بس بعدين انا فكيتها كلها من عندي يعني واضح قيمتي واضح يعني في ايام حياه الوالد هذا الكلام كله في ايام حياه الوالد ابو نجيم انقطع نعم في حياه الوالد كان هذا لا والدي كان متوفي وهذا بيت ورثه وهم كانوا وهذا بيت مال ورثه يعني وهم انا تصرفت من عندي وهم يعني كانوا قصر هم كانوا قصر كانوا قصر وانت رحت للمصرف اخذت سلفه ورهنت البيت بالبنك واخذت فلوس اشتريت نص الارض مو شكل رهنت البيت نعم رهنت البيت ب 70,000 في وقته صحيح ومده 3 سنوات بعدين اللي رهن البيت قال لي اذا تعطيني اياهن قعد سنه وقام الوقت يصعد قال لي اذا تعطيني اياهن اطلع من البيت خلال سنه انطيت الفلوس رجع البيت صحيح البيت رجع
شكرا لك، شكرا لك. أبو نجم إخواني عند بيت ورثة وأخوته وأولاده على حال أخوته وخواته هم صغار، هو شاف أكو فرصة أن يرهن البيت بالبنك ويأخذ سلفة ويشتري بها قطعة أرض، يقول سويتها هذه وفكيت الرهن، يعني من عملي أنا رجعت البيت إلى العائلة يعني. ولكن الآن كبروا أخوته، يقول أنا تعبت عليهم وزوجتهم وكذا، يقول كبروا أخوته قالوا أنت رهنت البيت واشتريتها القطعة الأرض فتنطينا إحنا حصة من هالأرض. في الواقع لا يستحقون، يعني لا يستحقون من هذه الأرض شيء، ولكن من باب أنه أنت تصرفت بهذا البيت وجعلت رهن، هذا التصرف كان تصرف غير صحيح. من أي باب غير صحيح؟ لأنه حق الآخرين به، حق أخوتك وأخواتك وحق الورثة، فكان تصرفا بدون إذنهم، فتقدر ترضيهم ولو بهدية ولو بشيء إرضاء لهم، باعتبار أنه يقول إحنا حتى نرضى عنك فأنت تنطينا شيء لا بأس، ولكن أن يشاركوك في الأرض لا، لا مشاركة في الأرض، والأمر بالنسبة على حال معاملتك، وأنت اللي اشتريتها وأنت اللي سددتها وأنت كذا. نعم، فقط تصرفك في هذه البيت وجعلت رهن في البنك وبعدين فكيته، هذا التصرف قد فيه إشكال من ناحية أنه حق الورثة بدون إذنهم، هاي تقدر ترضيهم بشيء من المال. نعم، كرار تفضل. السلام عليكم سيدنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيدنا عندنا سؤال بالعزمة. تفضلوا. والدتي كل شو اسمه صلاة واجبة على الكرسي، صلي ركعتي قضاء ما بالذمة. نعم صحيح هذا، لو إلا صلي مثلا العصر قضاء ما بالذمة المغرب، قضاء ما في الذمة فقط ركعتين. ها اي ركعتين، الصليين يقول قضاء ما في الذمة يعني كل صلاة. أدري هاي قضاء ما في الذمة شنو، ذمتها ولا ذمة الآخرين؟ لا ذمتها هي، ذمتها صلاة الصبح فقط لو صلوات الأخرى، هو يعني بكل صلوات تصلي ركعتين يقول قضاء ما في الذمة، يعني ما تصلي صلاة محددة. أعرف هذه صلاة الصبح، صلاة ظهر، صلاة عصر، قضاء عند الصبح ركعتين تصلي وراي القضاء ما في الذمة. أعرف 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 حبيبي يعني كرار حبيبي أعرف، هذه الصلاة اللي صليها ركعتين بعنوان قضاء ما في الذمة من صلوات الصبح اللي فاتتني أو صلوات الأخرى اللي فاتتني، الصلوات الأخرى. شكرا أخ كرار، شكرا. شوف حبيبي كرار، قل لها لوالدتك الله يعطيها العافية أنه الإنسان إذا فاتته صلاة لازم يصليها، لازم يقضيها هي بحد ذاتها. فاتتني المغرب أقضي المغرب، فاتتني الظهر أقضي الظهر، فاتتني الصبح أقضي الصبح. أما ركعتين ما في الذمة هذه نعم تروح بدل الصبح، صلاة الصبح تروح على حال كقضاء صلاة الصبح، بس إذا الظهر أنت ما مصلية شلون، وإذا عصر عليش قضاء شلون. فلا بد لكل صلاة، تقول لها من الآن قول لها حجية صلاة الصبح صلي ركعتين قضاء عن الصبح، والظهر لما تصلين صلي 4 ركعات قضاء ظهر فائت، وهكذا كل صلاة أداء تصلي وياها قضاء بمثل ما فاتتها، يعني 4 ركعات 3 ركعات ركعتين بحسب نوعية الصلاة. واضح حبيبي؟ شكرا.